عادل ميشيل شحاتة، بشتغل طبيب بيطري، وأنا من سكان مصر الجديدة محطة الأمن الصناعي. أنا زرت كنيسة العذراء مرة واحدة مع والدتي، كان سني فيها لا يتجاوز 11 سنة إلا يمكن شهر، وما كناش ساكنين في القاهرة، لكن كان والدي ضابط بوليس فكان بيشتغل بره القاهرة، وكنا بنيجي عند بيت جدي في شبرا وعرفنا ان العذراء بتظهر. فوالدتي جت واخدتني، كان في فرصة ان احنا نروح مرة واحدة بالليل كنيسة العذراء، والمنطقة طبعا انا ما اعرفهاش، ومع والدتي كان سني في الحدود 11 سنة. اول ما دخلنا ناحية شارع طومان باي واحنا قربنا على الكنيسة، حصل ان في ناس، ان في نور ظهر والناس ابتدت لقيتها جريت. انا جريت ناحية سور الكنيسة الحديد اللي هو موجود لحد دلوقتي، لقيت العذراء جوه القبة الصغيرة اللي على اليمين، ناحية اليمين في قبة كبيرة وفي قبتين صغيرين، واحدة ناحية اليمين واحدة ناحية الشمال. شفتها جوه القبة اليمين على هيئة تمثال صغير، يعني بحجم صغير كده، وهي عاملة بالطريقة ديت وبتبص للشعب ومنورة أبيض، وكل القبة منورت. وشفتها ثواني وشفتها كويس، واضح واضح، يعني الشكل اللي انا قلته دوت كان واضح قوي قدامي وما نسيتوش خالص. ده اول ما جينا ناحيه الكنيسه، وانفصلت ساعتها عن والدتي، ما اعرفش هي راحت فين يعني، وانا شايفها من ما دخلتش كنيسه، انا عند السور بتاع الكنيسه. بعد كده يعني بعد المده البسيطه دي اختفى النور واختفى. قعدنا بعد كده، دخلنا بقى، كان في بقى ناس عاملين في كراسي وقعده، قعدنا. كان كل لما الشمامسه كانوا بيرنموا وبيلفوا حوالين الكنيسه، كان كل لما يلفوا ويجوا ناحيه الكنيسه من قدامنا اللي هو ناحيه شارع طومان باي، بلاقي نور بيظهر. يعني حصل اكتر من مره الموضوع ده واحنا قاعدين. انا ده الظهور اللي انا شفته وما نسيتوش ابدا، واتذكرت ده ان كان مع كل لفه بيظهر النور دوت. طبعا دي بركه كبيره ان الواحد يشوف العذراء، لان الواحد بيحبها جدا، وهي شفيعه كل المسيحيين وبالذات الاقباط هنا، والمجد لله دائما امين.